يعد القلب اللوز من أهم مأكولات الجزائريين في سهرة رمضان. وفي رحلة البحث عن الذوق الأصيل نجد محل الحاج حميد بباب الواد من أقدم محلات بيع القلب اللوز في الجزائر بوصفة تقليدية متوارثة أبا عن جد. من 1885 وما يخدموا في القلب اللوز. ما قلب اللوز جابوا جدي واحد واسمه الحاج لونيس، هو في زوج جابوا القلب اللوز، جابوه للجزائر خدموا عاودوا طوروه، ما كانش هكذا القلب اللوز وما عاودوا طوروه، في زوج كانوا يخدموا بعد السنوات الكبار هذوك تاع النحاس هذوك يخدموا به، وبدا قلب العقل بالعقل، وما تقول واحد خدم وحده وجدي قاعد يخدم. انا بديت مولا 12 سنه عمري، دوقي عمري قريب 60 سنه مازال نخدم في القلب اللوز. وقعدت شاهد انا في الصنعه، انا هو تسمى لي قعدت نشد فيها تاع الصح القدمه هذه. انا عندي وليدي صغير قايت اسمه حميده وجاي يخدمها قانيت. يكمن سر بنة قلب اللوز الحاج حميد في طريقة صناعة السنيوة النحاسية التقليدية والتي تجاوز عمر الواحدة 90 سنة. مازال سنوات وشي واحد 10 كيلو التقل تاعها ونحاس صافي ومقصدر تاع زمان، ولا بود لازم القلب اللوز باش يتجمر لازم النحاس يكون مقصدر. وعلاش حنا عندنا سنوات محتفظين عليهم من زمان الزمان مخبيهم، باسكو الوقت هذايا ما كانش القزادير، يعني كانوا يقزروهم بالكوك، والنحاس كان خشين كان يواشي 2 مليمات 3 مليمات، ودوك النحاس راهو كي الماصه ما يشيش مليح القلب اللوز فيه. تعددت هنا أنواع القلب اللوز، فسواء كان مصنوعاً باللوز أو بالجوز فقد اتفقت الطوابير الآتية من مختلف مناطق الجزائر على أن قلب اللوز الحاج حميد ينفرد بذوقه ونكهته الأصيلة. قلب اللوز هذا عنده حكاية خاصة، يخدم بالصفة تاع القدم، والو ما فيه مدغول ولا سو سون دي جون كي افي دو لا مورال، سو كي ترافاي سو فون سو ميتي افيك او ايزون يو لا ليدوكاسيون لا كولتور دو فير دو لار، هذا سي دوفوني ارتستيك. اون تو كا هذا لو لوكال هذا اللي بيان كونو في بلواد، انا نجي من بليده نجي سو فيدال اي سو دوبي لا بيسون بارونتيز جابيت بليده مي جو فيان chaque année هذا c'est un délice qui m'égoule mais بدون مجاملة c'est un régal نقية تشوف الناس تجي ربما من بومبرداز عندي صحابي من تيزي وزو دي فوا يمكوموندي يقولوا لي فوالا نجيو عند حميد نتلاقاو ونجيو بون عنده قلب اللوز بزاف بنين، كان يجيب من عنده خويا العام اللي فات، وهذا العام باتني هو اللي عنده، قال لي روحي من عنده جيبي لي قلب اللوز. هاني جيت من خريسية باش نشري قلب اللوز تاعو. بزاف بنين الله يبارك ما شاء الله.